أهلا بحضراتكم في موجز لأهم الأخبار. تتواصل الاحتفالات في مصر والعالم بمناسبة عيد العمال والذي يتزامن مع الأول من مايو من كل عام. كان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد أقام احتفالية بالمناسبة حضرها الرئيس السيسي وكرم خلالها 12 من قدام النقابيين والعمال. وخلال الاحتفالية أعلن رئيس الجمهورية دعم صندوق طوارئ العمال بمبلغ 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر. أعلنت الشرطة الفرنسية عن إصابة ما لا يقل عن 3 من أفرادها إثر تعرضهم للرشق بالمولوتوف من ملثمين في تظاهرة بباريس بمناسبة عيد العمال. هذه التظاهرة مناهضة لمرشحي الرئاسة إيمانويل ماكرون وماري لوبان. تأتي تظاهرات اليوم التي تشهدها عدة مدن فرنسية استجابة لدعوات التظاهر ضد حزب الجبهة الوطنية الذي تتزعمه لوبان وأخرى رافضة للمرشحين معه. سربت مصادر وثيقة لجماعة حماس تتبرأ فيها من جماعة الإخوان الإرهابية، وقد أرجأت حركة حماس لنحو ساعتين بدأ أعمال مؤتمر لها في الدوحة سيشهد إعلان الوثيقة الجديدة التي تتضمن قبول الحركة بقيام دولة فلسطينية على حدود العام 1967. مستمرون معكم على شاشة أونلاين.